من بعد هذه الفيديو هذه ما نبغيش شي واحد شي بنت ولا شي دري يقول لي امير كيفاش ندير نشري السولد اس تي تي منين نشريه شنو هو البير تو بير كيفاش خدام واش امن او لا لا. بعد هذه الفيديو هذه كلشي كله غادي يكون واضح تطبيقي خطوه بخطوه. دونك اول حاجه غادي نشوفو هو غادي نشريو من عند واحد البائع اللي كيبيع يو اس دي تي السولد. غنشريو من عنده السولد يعني سواء كان عندك 18 عام او لا الفوق عندك حساب بنكي او لا لا عندك كارت بنكير او لا لا ممكن تشري السولد يو اس دي تي لا تابع لا متبوع. ثاني حاجه غادي نجاوب على الاسئله ديالكم اللي عندهم علاقه مع البير تو بير الفيز داكشي كامل اللي كنتو خليتو لي في الفيديو اللي فات اللي درنا على باكس فول. ثالث حاجه غادي نعلنوا على الفائزين ديال المسابقه ديال ثلاثه الناس اللي غادي يربحوا واحد لو مونطون ديال يو اس دي تي وغندوزوه لايف. اوكي دونك هادشي اللي غادي يكون ان شاء الله اليوم في هذه الحلقه. ودابا ندوزو المعقول بلاتي نشوفو من بعد فاصل الاعلان. اوكي جايز على بركه الله غادي نبداو نجاوبوا على لي كيسيون. بعدا اول حاجه باش نساليو على هذا الموضوع هذا نديرو التليفون سيلونسيو باش ما يصدعنا حتى شي حد. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كانوا كيتبعوني في انستغرام بيان سور راكم شفتوا البلان ديال لانش باد في باي بيت كيفاش داز ديال الكاستا ربحت فيه تقريبا 600 دولار سي بور سا نقول لكم الدراري تبعوني دائما في انستغرام باش تشوفوا داكشي لايف. ما درتش فيديو عليه لان دائما كنهضروا على لانش باد ما بغيتش نعيق صراحه مي البلان راه مفهوم. دونك اللي مازال ما مشارك في باي بيت معنا شاركوا عليا اللي غتلقاوه لداخل وراه عندكم 10 دولار هديه في كل ديبوزيت. دونك هذا ما كان. دابا ندوزو الاول السؤال. الوغ السؤال الاول واش ممكن نترونسفيري الكريبتو من باكس فول لباينانس او بانكيك سواب؟ الجواب هو ممكن. ما كاين حتى شي اشكال خاصك تحط لادريس او الوالت ادرس ديال داك العمله اللي باغي تصيفطها وكتصيفط غير خاصك عاوتاني ديك العمله مثلا اللي غتصيفط من باكس فول لباينانس تكون في باينانس او تكون بانكيك سواب. ما يمكنش مثلا ما عرفت انا مثلا عندك السيطره وبغيتي تصيفطها لباينانس ولكن باينانس ما فيهاش السيطره جيب نقول لك. دونك هذا هو البلان. السؤال الثاني واش ممكن ترونسفيريو من باكس فول الترونسفير وايز؟ ممكن لان كيف ما شفتوا الفيديو اللي فات نعاود نوضحها لكم. باكس فول توفر اكثر من 350 ميثود دو بايمون فيها باي بال فيها ترونسفير وايز فيها ادفاكاش فيها بايونير فيها كلشي. يعني الا كنتي باغي تخلص بترونسفير وايز او تبيع بترونسفير وايز اللي عليك هو تقلب او تحط شي اوفر. مثلا انت عندك الكريبتو بغيتي تخلص بترونسفير وايز كتقول مثلا داك السولد يو اس دي تي مثلا اللي باغي تبيع كتقبل تخلص غير بترونسفير وايز والناس اللي كيكونوا باغيين يخلصوا بترونسفير وايز تيقلبوا على لي زوفر اللي فيهم غير ترونسفير وايز. هادشي اللي كاين هادشي ممكن يكون في السي اش ممكن يكون باي حاجه. دونك ممكن الجواب هو السؤال الثالث هو واش ممكن ترونسفيري من باينانس الباكس فول ومن بعد الباي بال؟ الجواب هو كتشد داك السولد ديالك مثلا نفرضوا بيتكوين او يو اس دي تي كتصيفطو الواليت ادريس ديالك اللي عندك باكس فول لان باكس فول كتبقى بحال شي واليت بحال شي بورتفوي الكترونيك ديال الكريبتو كتصيفطو تما. من بعد انت داك الفلوس اللي عندك او الكريبتو اللي عندك كدير فيها اوفر مثلا وكتبيع بها داك السولد اللي عندك و كتطلب باش تكون كتخلص بباي بال. دونك بحال شكل ديال ترانسفير وايز او لاي حاجه. دونك ممكن اولا ما كنتش انت باغي تحط انونس كتشوف لي باي اوفرز لان كاين سيل اوفرز يعني اللي كيبيع وكاين لي باي اوفرز اللي تيجي شي واحد مثلا بحالي انا تنقول انا باغي نشري 1000 يو اس دي تي بهذا الثمن هذا وبهذه الطريقه هذه. اذا كانت ديك الطريقه باي بال كتختارو كتقول له فوالا ها هو الثمن انا صيفط لك باي بال ونصيفط لك الكريبتو ديالك. هذا ما كان سهل. الوغ السؤال الرابع راه تيقول لك السولد يو اس دي تي غالي بزاف عندنا في المغرب خاصنا شي حل باش السولد يكون ب 9.2 دولار. هادي غنفسر لكم الدراري بعد واحد الحاجه. السولد عمرو ما غادي يكون مثلا يو اس دي تي عمرو ما غادي يكون بالثمن ديال اليو اس دي الحقيقي ضروري ما تيكون طالع لان بحال اللي كتشري واحد العمله رقميه فهمتيني يعني هو كيمشي يتعب عليها باش كيمشي يخدم عليها ولا يربحها ولا هذا. دونك تيبيع لك بواحد الكوميسيون وكيحاول يتماشى مع المارشي كامل ما يمكنوش عاوتاني يغلي او يهبط كيحاول يمشي مع المارشي كيفاش داير. يعني ماشي باكس فول اللي كيتحكم في دوك الفيز ولكن راه الشخص اللي كيبيع هو اللي كيتحكم بالثمن اللي باغي يبيع. يعني انت خاصك تمشي تشوف ارخص واحد. هذا ما كان. الوغ دابا ندوزو السؤال الخامس غادي نقرا عليكم. صيفط الكاش اللي غادي يبيع ليا السولد وما بغاش يصيفط ليا الكريبتو ديالي او لا ما عندوش داك السولد اللي طلبت منه كيفاش نقدر ندير نرجع الفلوس ديالي؟ ملي كتحط شي اوردر في باكس فول مثلا باش تشري اليو اس دي تي داك الفلوس اللي باغي تشري كتصيفط واحد الاكونت بحال اللي غتقول اكسترن ما كتشوفو انت ما كيشوفو داك البيع. يعني بحال اللي كتبلوكا له داك الفلوس من الحساب ديالو كتمشي لواحد الكونت واحد اخر اللي تيكون عند باكس فول. اوكي باكس فول هنايا كدير لانترميدير او لا بحال السمسار ما بين وسيط ما بينك انت والبيع باش كتحمي لا ترونزاكشن. اذا مشيتي مثلا انت درتي داك العرض وشريتي وصيفطتي له الفلوس هو ما صيفطلكش
كدير ديسبوت كتحل ديسبوت ولا كليم وديك الساعات باكس فول كتراجع الملف وكتصيفط لك ترجع لك الفلوس ديالك. هادشي اللي كاين يعني ما عندك مناش تخاف. الوغ هاد السؤال السادس يقول انا عندي 16 عام وما عنديش الاي دي ما عنديش لاكارت ناسيونال كيفاش غادي نديبوزي اولا نبيع ونشري في باكس فول؟ مالوغوزمون السؤال هاد الجواب ديال هاد السؤال هذا باكس فول ما كتقبلش قل من 16 قل من 18 سنه. يعني ضروري تكون عندك 18 سنه وتكون فيريفي وعندك الاي دي ديالك وكلشي باش عاد ممكن تخدم معاهم. سؤال تسعود ماشي سؤال والدي تيقول لك واحد السيد وبصراحه بزاف اللي قالوها هو او ار سي 20 الفيز ديالو غاليين بزاف وصراحه ربما تعرفوا كاع لي اكستشينج كتلقى دائما لي ترانزاكسيون اللي تكونوا دايزين بالاو ار سي او بالايثيريوم تكونوا غاليين بزاف. واني كنتهضر مع باكس فول قال كره تيحاولوا ينقصوا منهم ودخلوا تشين واحده اخرى جديده ديال باش دير الترانزاكشن اللي هي ديال ترون تي ار سي فا هذيك تكون رخيصه بزاف دونك ممكن تستعملوا تي ار سي ما كاينش اشكال. بالنسبه للسؤال العاشر كيفاش ندير نسحب كابيتال ديالي اولا الفولز ديالي اللي ربحت الكونت المغربي ديالي الحساب البنكي المغربي. الوغ ممكن كيف قلت لكم تبلاسي واحد سيل اوردر يعني انت تبيع مثلا داك الكريبتو ديالك مثلا عندك 1000 يو اس دي تي كتبيعها وكيجي الشخص كيسرع من عندك وكيصيفط لك الفلوس للحساب ديالك احسن طريقه. بالنسبه للسؤال رقم 12 قل لي يا خويا واش ممكن نصيفط الفولز من باكس فول الباينانس؟ ممكن تصيفط لاي اكستشينج من باكس فول ما كاين حتى شي اشكال. كتمشي للواليت ديالك اختار الكريبتو اللي باغي ترسلها ولا تصيفطها وكتكوبي الواليت ادريس اللي باغي تصيفط له ولا اللي باغي تصيفطها لراسك مثلا وكدير كونفيرم وكتمشي عادي. حاجه اخرى حاولوا تكونوا حريصين ملي تبغيو تصيفطوا الفلوس وتختاروا لا بون بلوك تشين. يعني يقدر شي واحد يكون مثلا شي واحد باغي تصيفطو انت تصيفط راسك تصيفط راسك كليستيف من باكس فول باينانس وكتقول كتاخذ لادريس واليت ديال مثلا ديال او ار سي اوكي ديال الايثيريوم وانت راك انت باغي تصيفطها للتي ار سي دونك ملي كتصيفط بحال اللي كتضيع الفلوس. دونك حضر راسك ديما في النمبرز ديال الواليت وحضر راسك في سميتو في واش غتصيفط او ار سي ولا تي ار سي ولا اومني ايتترا. دونك حضر راسك مزيان في هادو ديما كتسول عليهم. بالنسبه للسؤال 13 هو واش باينانس بير تو بير بحال شكل ديال باكس فول شنو هي لا ديفيرونس؟ هو تقريبا بحال غير هو باكس فول مختص منين بدا هو مختص غير بهادشي ديال البير تو بير يعني تيكون عنده بحال غادي تقول اكسبيريونس كثيره حمايه كثيره. باينانس كدير فيها كلشي كتلقى فيها شويه الان اف تي شويه الكريبتو شويه تريدينغ البير تو بير حاجه جديده ما كانش عندها شحال هادي. دونك هادي مختصه غير بالبير تو بير وهي اول بلاتفورم ديال البير تو بير عندها تقريبا اكثر من 7 مليون ديال اليوزرز اللي كيديروا غير هادشي. دونك هذا هو الفرق. بالنسبه لاخر سؤال سؤال 15 هو واش ممكن ديبوزي بسكرين اولا التيلر؟ الجواب مره اخرى هو ممكن تيخصك غير تقلب على الاوفرز اللي تي اكسبتيو سكرين وانا تيلر. دونك دابا ما تعطلوش غادي ندوزو نشريو دابا سود يو اس تي باش نوريكم داكشي مرحله ومرحله. ندوزو ليكرو اوكي. طب دابا حنايا في باكس فول كتمشيو لاباج داكو كيف ديما غادي نقلبوا على يو اس دي تي اوكي. غادير انا مثلا غادي ندير بنك ترانسفير غادي ندير بنك ترانسفير اوكي نتوما على حسب شنو بغيتو مي هكا في المغرب تيخدموا الناس. هنايا خصك دير ضروري العمله ديال البلد ديالك. هنا غنديرو ماد اوكي اي غنديرو مثلا بغينا مثلا 500 درهم اوكي غندير فايند اوفرز هو غيقلب ليا هو غيعطيني دابا لي زوفر اللي كاينين هادو كاملين الناس اللي كيبيعوا دونك هادو لي بري ديالهم هادشي راه كامل كتبتكم الفيديو اللي فات دونك حنا غير باش ما نضيعوش الوقت الو غنشوف لي ارخص واحد 10 درهم هو هذا اوكي ترونغ بي تي سي تقلب سي اش وتجي عند السي اش اوكي طوب ها اوكي غنجي ندير هنايا باي اوكي غنقول له فاندر 400 درهم غتجيني 40 يو اس دي تي اوكي بانك ندرو سي اش باي ناو المهم تا 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 باش هكا ما تبقاوش زعما تسولوا بزاف على هاد القضيه هادي الانسان يعرف كيفاش. المهم الو فوالا دابا غنوجد انا الكونت ديالي هنايا الو دونك فوالا ها هو صيفط ليا السميه وداكشي كامل سي اش بنك اكونت نمبر دونك سمحوا لي غادي نغطي غير السميه ديالو غادي ندخل داكشي في التليفون عندي. المهم نصيفط له فيغمون زعما داكور غنرجع عندكم دابا واحد دقيقه كتبرك على البيد هنايا اوكي ها هاد بس باتنا كليك بيد تو كونتينيو باند بيد كليك باك كدير بيد
اوكي دونك فوالا اوبيراسيون سكسيس. الفلوس كتبان لك هنايا الفوق شتيها، ها هي 40 يو اس دي تي، هي تجيك هنايا. هادشي اللي كاين، قلت له تانكس تانكس كذا لعيبات هذا، درت له واحد البوزيتيف فيدباك كما قلت لكم باش كتعاونوا يطلع في الرانكين. من بعد ممكن تحولوا الحساب ديالكم في باي بيت ولا في سي اكشانج اللي انتم مقيدين فيه، ولا باينانس ولا اللي كان. المهم هادشي اللي كاين. ابخي الا بغيتي تعاود شي تريد كدير ريبيت تريد وصافي. ساهل ماهل زعما، كلشي واضح وكلشي باين. دابا غادي ندوزو الناس اللي غادي يربحوا ديك القيمه ديال اس دي تي. غادي نشوف اخر واحد عندك في لا فيديو الاولى ديال ان اف تي ديال جراندي توتو. عندك اخر واحد اللي كومونطا، اول واحد غادي يربح هو حسين الجوارحي. دونك هنايا راه ما دايرليش واش اينا واش تي ار سي 20 ولا يو ار سي. دونك كنظن تي ار سي قلتها لكم في الفيديو. المهم حسين الجوارحي اللي موراه عبد الحفيظ الراجي، ولي موراه هو ريواتش في 3. هادو هما اخر وحدين كومونطاو ثلاثه ديال الناس. دونك غادي نصيفط لهم سميتو اليوتيوب ديالهم في الفيديو الجاي. عفاكم قول لي واش توصلتوا بها. اوكي دونك هادشي اللي كاين. تمنى تكون لا فيديو فاتكم وعجبتكم، وما تعاودوش تطرحوا اسئله فهادشي ديال البير تو بير. راه واضح كلشي ساهل، كلشي هو هذاك. دونك تبعوا داكشي خطوه بخطوه. لكن عندكم شي اسئله خليوني في لي كومونتير، ما تنساوش تبعوني في انستغرام. نشوفو ان شاء الله في الفيديو الجايات، وما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم باش كلشي المهم باش تعمل افاده. تشاو.